وخلال استضافته في استوديو مركز الأخبار، أوضح المستشار مصعب عادل بصيبع مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث بهيئة التشريع والرأي القانوني رئيس اللجنة القانونية للانتخابات، أكد الحرص على توفير كافة التسهيلات والسبل لضمان ممارسة الناخبين لحقوقهم الدستورية في جميع مراحل العملية الانتخابية. اللجنة التنفيذية دائما حريصة على توفير كافة التسهيلات والسبل لضمان التوفير ولضمان ممارسة المواطنين والناخبين لحقوقهم الدستورية في جميع مراحل العملية الانتخابية. اللجنة التنفيذية سهلت أمر التحقق من خلال الوسائل الإلكترونية، من خلال الموقع الإلكتروني للانتخابات اللي هو www.vote.ph. بالإمكان الدخول على الموقع والتحقق من البيانات الناخبين ومن جداول الناخبين، وأيضا الاعتراض على هذه الجداول من خلال الوسائل الإلكترونية ومن خلال الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى مراجعة اللجان الإشرافية الأربع في المحافظات الأربع، كي يضمن ممارسة كافة حقوقه الدستورية في جميع المراحل القادمة بإذن الله. نعرب عن تقديرنا واعتزازنا بالمساعي والجهود الطيبة للسلطة التشريعية وهي تمارس مسؤولياتها وواجباتها الدستورية بكل اقتدار، وتحرص على مزاولة دورها الرقابي والتشريعي من منطلق التزامها الدستوري الأصيل بخدمة الوطن والمواطنين، وتعزيز مفاهيم الديمقراطية النابعة من ثقافتنا وقيمنا الوطنية العريقة والتي سطرها ميثاقنا الوطني المجيد.